ما حكم ختان الإناث مع العلم بأنه العادة السائدة عندنا؟ ختان الإناث على الصفة المشروعة سنة، وأما ختان الذكور فهو واجب، والختان من خصال الفطرة، فختان الإناث سنة بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أي ختان الرجل وختان المرأة، دل على أن المرأة يكون لها ختان. وأما الختان الخارج عن المشروع وهو ما يفعل في بعض الدول من الزيادة في الختان، هذا لا يجوز لا في حق الذكر ولا في حق الأنثى. نعم.